رمضان والادويه المضاده لتخثر الدم. الوغ كيفما تنعرفوا كاين واحد المجموعه ديال المرضى اللي كتعاني من بعض مشاكل ديال القلب اللي هي معينه، كنكونوا مضطرين اننا نعطيوهم ونوصفوا لهم واحد الدواء اللي مضاد لتخثر الدم او اللي كيجري الدم واللي معروف في المغرب سي لو سانتروم. الوغ هذا الدواء هذا الفعاليه ديالو كيفما تيكونوا غيكونوا المرضى كيعرفوا ما كتكونش مستقره. هذا الشيء اللي كيجعلنا دائما تنراقبوه بواحد التحليله اللي كنديروها 15 يوم على 20 يوم على شهر. المده هنا اللي تيحددها هو الطبيب المعالج. الوغ اللي خصنا نعرفوا الناس اللي كتاخذ هذا الدواء هذا في رمضان كيمكن لها تصوم بشكل عادي بحالها بحال الناس الاخرين، ضروري ما تبقى دائما كترد البال النصائح اللي كنعطيوها عاده فين كناخذوا هذا الدواء هذا، يعني المجموعه ديال الاكل اللي خصنا نتفاداوه وحنا تناخذوا هذا الدواء، الادويه اللي تيخصنا ما نجمعوها شاي وحنا كناكلوا هذا الدواء. هادشي كيكون الطبيب الاكيد تيكون كيشرحوا. الوغ اللي كيوقع في رمضان هو ان مع الصيام الوغ كيحدث واحد الحاله ديال الاجتفاف ديال الذات، لان كنعرفوا بان الامساك تيكون على الاكل وعلى الشرب، دونك سكون ابل لو جون ساك، دونك دوكو كي ممكن يوقعوا بعض التغيرات في القياسات او في المفعول ديال الدواء، وبالتالي كنصحوا المرضى اللي كياخذوه انهم ماشي يقطعوا الدواء وماشي ما يصوموش، بل اننا غير نحاولوا شويه يعني كان سورفيو دونك اون سورفي بلوس هاد التحليله، فعوض ما كنديروها مثلا من شهر لشهر ما فيها باس الا درناها جوج مرات في شهر رمضان، وخصوصا في 10 ايام الاواخر اللي تيكون فيهم الذات تقريبا عيات، كيكون شويه ديال الوزن نقص، وكتكون ذاتنا شويه نشفات وعيات من هاد الصيام.